يوبي جيب واحدة أخرى. جيب مساء الخير، مرحبا بكم في العاصمة الروحية للمغرب التي تستقبل هذه السنة الدورة العاشرة من مهرجان الثقافة الصوفية تحت عنوان التصوف في لقاء حكم العالم، طريق التصوف من المغرب إلى الهند. ومن أجل افتتاح هذا السلوك الروحي نقترح عليكم هذا المساء إبداعا فنيا مقتبسا من أشعار وسيرة أبي الحسن الششتري، أحد كبار شعراء الأندلس، والذي تغنى بالحب الروحي والكمال الإنساني. هذه السيرة المشهدية تسافر بنا على خطى الششتري من الأندلس إلى المغرب، ثم المغرب العربي، انتهاء بمصر حيث دفن. سنكمل سفرنا بالفكر، حيث شعر السكر والحب الإلهي يلتقي بالأنماط أخرى في الشرق الأقصى، وبالخصوص في بنغلاديش، أرض التصوف أيضا بامتياز. وهذا الجزء الثاني من السفر هو الذي ستعبر عنه الفنانة فريدة بارفين ومجموعتها. ونريد أن نعبر شكرنا للسيد عبد الله الوزاني والدكتور محمد تامي الحراق ومجموعته، حيث أبدعوا هذه الملحمة الفنية والروحية التي نسجت بين الموسيقى والغناء الروحي المغاربي والمنطقة الهندية. وينظم هذا المهرجان بشراكة مع جمعية فاسيس. Chers spectateurs, bonsoir. Bienvenue dans la capitale spirituelle du Maroc qui accueille cette année sa 10e édition du Festival de la culture soufie sous le thème « Le soufisme, à la rencontre des sagesses du monde, la route du soufisme du Maroc vers l'Inde ». Et pour ouvrir ce beau cheminement spirituel, nous vous proposons ce soir une création artistique inspiré de la poésie et de la biographie d'Abou al-Hassan al-Shushtari, l'un des grands poètes d'Andalousie qui a chanté l'amour spirituel et la quête d'un accomplissement humain. Cette création nous invite à cheminer sur les pas d'al-Shushtari pour partir de l'Andalousie vers le Maroc, puis vers l'ensemble du Maghreb jusqu'en Orient, et plus précisément en Égypte, où il repose pour l'éternité. Nous allons continuer ce beau voyage par la pensée, en mettant en exergue de quelle façon cette poésie de l'ivresse et de l'amour divin a rencontré d'autres genres spirituels en Extrême-Orient, et en particulier au Bangladesh, dans ce sous-continent indien, autre terre d'élection du soufisme. C'est cette deuxième partie du voyage qui va être exprimée par la voix magnifique de Farida Parvin, accompagnée de son ensemble. Elle chantera des poèmes de Lalancha, une icône du soufisme du Bengale et qui aurait certainement pu être compagnon de route spirituelle d'al-Shushtari. Nous voudrons ici tout particulièrement remercier Siabla Al-Wazani et Dr Mohamed Tamil Harraq, accompagné de son ensemble, qui ont créé cette belle aventure spirituelle et artistique qui tisse entre les musiques et les chants spirituels du Maroc, plus largement du Maghreb et du subcontinent indien. Ce festival est organisé en partenariat avec l'association Fes Saïs. Bonne soirée, mesdames et messieurs, Fourja Mountia. Thank you.
الزمان بداية القرن السابع للهجرة، والمكان قرية ششتر بوادي آش إلى الشرق من غرناطة بالأندلس. هنا ازداد طفل في أسرة أميرية من الأعيان، اختير له من الأسماء علي، وازدهى واشتهر بنسبته لمسقط رأسه ششتر. إنه الطفل الذي سيصير في ديوان العاشقين ذا شأو وشان. إنه أبو الحسن علي الششتري. درس الطفل معارف وتمكن من علوم، وكان أول بروزه مجودا للقرآن الكريم، يرتله بشجي صوته ويتأمل أسراره بصفي روحه. ذاك ما سيشرق في آتي معارفه وبديع أشعاره، حتى إنه ذات مرة وقد توهج وجده وسكر من بهاء آيات ربه، سمع القارئ يرتل قوله تعالى مكلما نبيه موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فانطلق الششتري ينظم متأملا في ضمير الإنية الأقدس أنا، وقد فهم منه ما فهم، انطلق ينشد ويقول: انظر للفظ أنا يا مغرما فيه، من حيث نظرتنا لعل تدريه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. صدق الله العظيم. انظر لي لفظين أنا يا مغرما فيه، من حيث نظرتنا لعل تدري.
إن شئت تعرفه جرب معاني إن شئت تعرفه جرب معاني Thank you.
ثمرة السفر. سفر في المسافات وسفر في المقامات، سفر إلى الله في جغرافية الأرض، غدا سفرا في الله في جغرافية المعنى. ظل علي الششتري التاجر دائم السفر والتجوال، دخل غرناطة وزار مالقة وغيرها من مدن وبلدات الأندلس، ومنها عبر البحر المتوسط نحو المغرب فزار فاس ومكناس والرباط، مثلما ساح في بلدان مغاربية فسكن بجاية وزار قابس، ثم استقر بطرابلس مدة. وحيثما حل الششتري كان يحمل معه تبحره في علوم الظاهر، لكن كان يحمل في سريرته أيضا بدرة شغف لا يروى للمعارف الروحية. لذا لم يكن الششتري المسافر في الله ليستجيب في طرابلس لعرض أهلها حين عرضوا عليه خطة القضاء بها، وهو أسمى منصب ديني بها، حيث رفض وأصروا ورفض، فاستحمقه أهلها لما رأوا منه ورموه بالجنون. إذ ذاك خرج من البلدة منتشيا منطلقا ناظما يقول في وجد وطرب: رضي المتيم في الهوى بجنونه، خلوه يفني عمره في فنونه، لا تعذلوه فليس ينفع عدلكم، ليس السلو عن الهوى من دينه. رضي المتيم Oh, yeah.
القلب لي عن هواه أو يا عن هواه أو يا
খাঁচার ভিতর
পাখি কো
في مدينة بجاية وفي حدود منتصف القرن السابع للهجرة، وبعد أن كان الششتري قد ولع بالطريقة العارف الكبير أبي مدين الغوط وأخذت بتلابي بسره، حصل لقاء لم يكن في الحسبان، لقاء سقى بدرة الشغف الكامنة في عمق أبي الحسن، لقاء ولد معه أبو الحسن ولادة روحانية جديدة، حدث جواني عاصف غير كينونته الباطنية وقبلة سفره المعراجي. معه انتقل الششتري من السفر إلى الله إلى السفر في الله. في بجاية التقى أبو الحسن بالعارف المحقق عبد الحق بن سبعين، انجذب إليه وافتتن بأسراره، فاتقدت لهفته للأخذ عنه، لكن ابن سبعين نفت في وجه وقلب أبي الحسن كلمات فعلت بروحه ما فعلت. قال له: إن كنت تريد الجنة فاذهب إلى أبي مدين، وإن كنت تريد رب الجنة فهلم إلي. ثم طلب من الششتري التاجر الثري والأمير ابن الأمراء أن يسقط جاهه ويفني ماله ويبيع كل ما عنده ويتصدق به، ثم يلبس مرقعة ويأخذ بنديرا ويدخل السوق منشدا كلمات لقنها له ابن سبعين مرددا: بديت بذكر الحبيب. فعل الششتري ما أمره به شيخه، وظل طيلة 3 أيام يدور في الأسواق وهو يضرب على الدف ويردد كلمات شيخه: بديت بذكر الحبيب، بديت بذكر الحبيب، لتخرق له الحجب في اليوم الثالث ويفيض عليه الحبيب المواهب ويفتح له باب السر لينطلق متمما: وهمت وعيشي يطيب وبحت بسر عجيب. بديت بذكر الحبيب، أحيته من الكاس عن مزال لباس، ساقا
محمد سلام.